الحمد لله الذي جعل فرض الصوم أحد أركان الإسلام، وجعله أيامًا معدودةً شهرًا من كل عام. أحمده سبحانه على ما في قدره وشرعه من جليل الحكم وجلي الإحكام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، الذي خص رمضان بفرض الصيام، ويسر الدين وأعظم الأجور وأسبغ الإنعام، ورفع الحرج ولم يرد العسر في الدين لأهل الإسلام. وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، أشرف مرسل وأكمل إمام، وأشرف من صلى وصام وتصدق وحج وجاهد في الله حق جهاده، وبلغ وبين دين الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم على الهدى إلى يوم القيام. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم، ألا وإنه لا يصلى النار إلا شقي، ولا يدخل الجنة إلا تقي. وإن الله تعالى ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر.